خليني ابدا مع احمد وابدا معاك النهارده كلامنا عن مباراه المغرب وكرواتيا. هذه المباراه المغرب بيواصل سلسله صحوه المنتخبات العربيه. بالطبع كابتن منتخب المغرب النهارده عمل ماتش كبير جدا جدا جدا، لانه لو كان حد توقع انه المغرب هيحقق نقطه من الخصمين بلجيكا وكرواتيا قبل البطوله ما تبدا، كنا هنشوف دي على سبيل المفاجاه ليس اكثر يعني. وكان الرك قلنا هنا الاسبوع اللي فات برضو انه ممكن نلعب على ماتش كندا، الثلاث نقط بتوع ماتش كندا وتحصيل نقطه او اكتر من ماتشين بلجيكا وكرواتيا. خلي بالك لما تيجي تتكلم على كندا دلوقتي ان كندا لا منتخب كويس، منتخب كويس جدا، بس كان يعني التوقعات بتاعت كل الناس انه الكندا الوحيده الأقل اللي في المتناول على الاقل انك تلعب معها ماتش ند بعد ما شفتها. لا بالظبط، لا منتخب ممتاز جدا، والمغرب كمان يعني بينت عن وجه كويس. وخليني احيي المدرب وليد الركراكي الصراحه لانه عمل ماتش كبير جدا جدا يا كابتن. والعادي ان الفرقه اللي بتاخد من الاهلي دوري ابطال افريقيا المدرب بتاعه لو مغربي بيلعب بيروح منتخب المغرب على طول. خلينا انا معايا حالات يا كابتن بعتها للزملاء في الاعداد النهارده. حصل نعم. حصل تغيير مباغت في خطته لما نعم. خرج نصير مزراوي في الدقيقه 65. ازاي اشرف حكيمي قدر يعني بتعليمات وليد الركراكي طبعا، وازاي كان في لو الشباب بس يعرضوا لنا الخريطه الحراريه لحكيمي في البدايه. اوكي، لان حضرتك كمان يعني من افضل الباكات رايت اللي جت في تاريخ مصر يعني. فحضرتك لما الباك ليفت يتصاب باك ليفت بحجم نصير مزراوي بكل المهام اللي هو بيعملها فيغطيه الباك رايت دايما، يعني فكره انك تلعب على الطريقه دي، دي التشكيله ده طبعا. ده التشكيل الاول عشان برضو الناس تبقى عارفه احنا بنتكلم او جمهور بالظبط يعني. اشرف حكيمي الباك رايت ونصير مزراوي الباك ليفت. اللي جابها دي في كرواتيا كان فيها يعني ايفان بيريسيتش، وكان فيها يعني شلال هجومي طالع على 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 اشرف حكيمي. بدايه وليد الركراكي اتعامل مع عز الدين قناحي وسليم املاح، لو نشوف برضو الخريطه الحراريه بتاعتهم كانوا يعني معظم وقتهم بيغطي الاطراف، بس لو اشرف حكيمي اتقدم في العمق كان دايما سليم املاح او عز الدين قناحي، وبالذات عز الدين قناحي بيغطي وراه كل الباك رايت بالرواق كله، وده امن جدا اشرف حكيمي في الانطلاقات. ولكن لما نصير مزراوي والباك ليفت طلع بقت على اشرف حكيمي مشكله كبيره، ان هو لازم يغطي الناحيه الثانيه دي، لانه مهما كان الاختيار اللي هو اختار يحيى عطيه الله لاعب الوداد، يحيى عطيه الله لاعب محلي بغض النظر عن امكانياته، ولكن مش هيقدر يسد الفجوه بتاعه نصير مزراوي طبعًا. اللي جايب خبره بايرن منشن وبتغطيه كبيره. الشكل اللي لعب حكيمي بيه والتفوق في الثنائيات وكل الجوده اللي هو قدمها، اعتقد ان هو بين اولا جودته هو كلاعب من افضل الأظهرة اليمنى في العالم، وثانيا وده الاهم اللي عايزه وليد الركراكي والماتش، طمع في الشوط الثاني يعني يصير الشوط الاول 0-0 زي ما هو عايز. الشوط الثاني المغرب كان عندها اكتر من فرصه ان هي يعني تتقدم وتحقق المفاجاه، ولكن يعني ليس بالامكان افضل من مكان ده اولا، وثانيا نتيجه ممتازه جدا بتخلي حظوظ المغرب توصل لحد الجوله الثالثه، وده صحيح. ده المطلوب دلوقتي من المنتخبات العربيه.